ولمناقشة الملفات المطروحة أمام الرئيس الأمريكي الجديد جوزيف بايدن وتداعيات حكم الرئيس السابق ترامب، ينضم إلينا كامل الحساني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات عبر الهاتف من واشنطن. أهلا بك معنا سيد حساني. أهلا بك. أهلا بك سيد حساني. يعني قد يكون المشهد ركض بايدن باتجاه امرأة سمراء أثناء سيره متوجها إلى حفل تنصيبه أمام البيت الأبيض محاولة للمصالحة ولم شمل البيت الذي لربما تمزق إثر الانتخابات الأخيرة، لكن السؤال، هل برأيك هذا المشهد سيعني يهدئ من غضب 72 مليون أمريكي ثلثهم على الأقل لا يزال يرى أن ترامب هو الأحق بالرئاسة؟ يعني نسبيا يهدئ إذا بالفعل استطاع الرئيس بايدن أن ينفذ وعوده بالخلاص من الجائحة الوبائية وأن ينعش الاقتصاد من جديد وينفذ بعض الأجندات السريعة اللي بدأها بمجموعة من الأوامر التنفيذية وكانت مهمة ويعني مفصلية في تغيير سياسة ترامب. نعم، يعني بالنسبة لبايدن كما ذكرت هناك وعود فعلا انتخابية لربما بدأ بتنفيذها داخليا بالنسبة لملف الكورونا وبعض الملفات الداخلية الأخرى، هل باعتقادك سيبدي نفس هذا الزخم بالنسبة للملفات الخارجية أيضا أم أن الملفات الداخلية لربما تشغله عن نظيرتها الخارجية؟ يعني ليس فقط هي تشغله الملفات الداخلية المهمة اللي تهم الشعب الأمريكي وخاصة المتطرفين الذين ساندوا ترامب، يعني هم الملف الأمريكي ومصالحهم الداخلية أكثر من الخارجية، ولكن بالنسبة للمواضيع الخارجية أعتقد ستجري بنفس المنوال، وهنا في واشنطن يعتقدون أنه ترامب قد ورث سياسة بايدن نفسه يوم كان هو مسؤول الملف الخارجية في حكومتي أوباما الثمان سنوات، ولهذا لن تتغير كثيرا، ونسمع هنا في واشنطن بأنهم سيعززون التمويلات لموضوع القوة الناعمة بدلا من التركيز على تقوية الجيش بالتريليونات الدولارات. هذا اللي العمل النمطي اللي سمعناه ايام بايدن وايام اوباما وسيكرره بايدن، يعني حتى وزير الخارجيه في شهادته امام لجنه العلاقات الخارجيه في المصادقه على تعيينه بين بانه سيعملون مع المنظمات الدوليه اللي هي الحلف الاطلسي والامم المتحده، ومثل ما برر هو بانه يعني الدخول في غرفة أصحاب القرار العالمي أفضل من الخروج منه لتنفيذ الأجندات وتحقيق مصالح أمريكا. سيد الحساني، أين هو العراق من ضمن هذه السياسة؟ يعني ما هي ملامح العراق في ظل إدارة بايدن؟ يعني لم نسمع الكثير عدا اعتذارات أيام الحملة بأن يشارك بالقرار للتغيير في العراق، هذا اللي سمعناه. أما الأجندات المتعلقة بالعراق فهي ستبقى مثل ما كانت، أنه على العراق أن يقطع عيش والمنظمات المتطرفة وأن يضخ النفط لاستقرار سوق النفطية العالمية، هذا هو القرار في واشنطن. تبقى الأساليب أنه كيف سيحققوها. أعتقد انه القناة الإيرانية والتعامل مع الملف الإيراني هو جزء من الملف العراقي، فيعتبرون ان البعبع الإيراني هو الوحيد القادر على التأثير بالواقع العراقي، هذا هو القرار هنا في واشنطن، وهذا طبعا تقدير معقول وحقيقي. نعم، إذن كامل الحساني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كنت ضيفنا عبر الهاتف من واشنطن، شكرا جزيلا لك.